السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني إخواتي. اليوم فيديو جديد، موضوع جديد اللي هو الفيديو غادي نهضروا مع ختي اللي هي فرشة المغرب. عطي واحد الصورة خايبة على جميع الفتيات المغربية، وانتوما كتعرفوها كاملين اللي هي لالكم سارة كول. لالا سارة كول كتكون شي هضرات اللي حنا ما تنفهموهاش، اللي كيقولها غير الدراري الصغار اللي غير الدراري يعني اللي عندهم أمراض نفسية. وغادي نخليكم نكتشفوا هذا الفيديو هذا، ونقدر نعطيوها شي نصائح لعل وعسى ربي يعفو عليها. الفيديو سمعتوا الفيديو اللي كان مطلوب من بزاف 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 الناس. هذا الفيديو شنو فيه؟ شنو في هذا الفيديو؟ بغينا نعرفوا شنو فيه. فيه شي حديث؟ فيه شي حاجه دينيه؟ فيه شي حاجه اللي حنا كنستافدوا منها؟ فيه شي حاجه اللي هي كتطلع النيفو ديال المغرب معناتها على برا؟ كدير شي حاجه باش تفتخر بالمغرب، ماشي باش تهبطي لتحت. المهم حنا غنشوف الفيديو اللي كيطلبوا منك بزاف بزاف بزاف، وهادو اللي كيطلبوا منك هاد الفيديو حمارات بحالك ولا اكثر منك كاع. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ما بقيت ما نقول لك، حشمت في بلاصتك قسما بالله، حشمت في بلاصتك ومذكرة. الله ومازال كتذكري الله، عطيك الله حتى انت، عطيك الله حقك، عطيك الله ستري مبليه، ستري راسك شويه مبليه، داكشي بينك وبين مولاك. ومازال كتذكري الله، ما كتحشميش. انا حشمت في بلاصتك قسما بالله، لا حشمت في بلاصتك، انت عطيني الله شويه ديال هاداك. انايا غادي يعينوا لي صدري، انت هذاك صدر عندك، ها قول لي هذاك صدر عندك. شغادي نقول لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفو عليك. والله ما كتحشمي، والله ما كتحشمي. شتي احشمي غير شوية، احشمي غير شوية، فكري شوية، خدمي دماغك شوية، مبلية خرجتي لك المجال، ستري راسك شوية كما قلت لك قبيلة. ما كتفكرش في عائلتك، ما كتفكريش في الناس غيقولوا فيك، زعما نتيا دايرة اش دايرة البوز باش تختار الهضرة. اش غادي نقول لك؟ ما تنساش بلي الله ما دام عطاك الصحه وكتفرشيها، دابا يجي واحد النهار، يجي واحد النهار اللي غتمر فيه وغيعطيك ربي شي كونسير اللي ما عنده دواء. هذه ديرها في بالك، ديك الساعه غادي تولي تقي مولاك، يا ربي شافي يا ربي شافي. ديك الساعه ما كاين لا شفاء لا والو، هذا الشيء راه بالكارانتي، وهذا الشيء راه باقي حي، الا بقيت حي بقى نشوف فيك حتى نلقاو. صاري كول بارطاجي، راه مريضه، صاري كول بارطاجي ودعي لها في الهيشة فيك، والله يعطيك أكثر ما كنتمنى. يلا باي باي، بسختينا، تفو على أمك.